الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عيالي بناتي في هذا البرنامج أبناؤنا يسألون، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والصواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التوكل على الله، أن الإنسان بعد الأخذ بالأسباب يتعلق قلبه بالله عز وجل. لو تعلقت القلوب بالله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب، فإن الله عز وجل يرزقنا كما يرزق الطير. الطائر هذا الحيوان الذي لا عقل له، ومع ذلك تجده يتحرك ويبحث عن الرزق ويذهب وهو جائع، كما قال عليه السلام خماصا ويعود بطانا، يعني بطنه مملوء. فإذا كان هذا الخطاب أو هذا الكلام المبارك منه عليه السلام للطير، هذا يعني فيه إشارة للإنسان نفسه والمؤمن طبعا على الخصوص، أنك مؤمن ومن حق الله عز وجل عليك أن تتوكل عليه. كيف تحصل على رزق الله؟ إلا بإذن الله، وهذا الإذن يكون باتباع الأمور التي أرشد إليها سبحانه وتعالى. إذن عليكم أبنائي بناتي بكثرة التوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب. أما أن الإنسان لا يعمل ولا يتحرك ويقول إن الله هو الرزاق، نعم هو الرزاق عز وجل، لكن الله عز وجل، حتى نحقق معنى هذه الكلمة وهذا الاسم العظيم الرزاق، علينا أن نتحرك. فإذا كان هناك تحرك كانت هناك البركة، وفي الحركة بركة كما يقولون. وهذا المعنى مهم جدا، لأن التوكل نصف الإيمان. طيب، الآن معنا سؤال. السلام عليكم، أنا اسمي عائشة فواز، أبي أسألك سؤال يا شيخ، شنو أهداف الحج؟ جزاك الله خير يا بنتي عائشة على هذا السؤال. طبعا أهداف الحج كثيرة، من هذه الأهداف وتسمى المقاصد، أولا التوحيد والإخلاص، هذا أمر عظيم ومهم من مقاصد العبادات، وخاصة في الحج، لأن الإنسان في الحج تكون أعماله ظاهرة، وربما يدخل في نفسه شيء ويحب أن الناس تعرف أنه حاج، لذلك ينبغي عليه أن تكون أو يكون في حجه التوحيد والإخلاص. لذلك أول كلمة يتلفظ بها الحاج عندما ينوي يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لذلك هذه يعني من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يضعها الحاج وكذلك المعتمر. الأمر الثاني أيضا من مقاصد وأهداف الحج المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يطوف حول الكعبة ويقبل الحجر الأسود، إيش يقول؟ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه متابعة، ما نقول ليش ولماذا نقبل الحجر، نقول هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانت أحواله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أيضا من أهداف الحج ومقاصد الحج هو
الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا مقصد واضح في الحج. هذا المقصد واضح جدا في الحج. نجد أن الحج كله ذكر من بدايته وأثناء المناسك وهكذا إلى النهاية. فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا: فإذا أفضتم من عرفات. عرفات يعني من الأركان العظيمة في الحج. يقول عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو مزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ذكر واستغفار، وهذا يدل على أن الانتقال من ركن إلى ركن تجد هناك الأذكار، وتجد هناك أيضا الدعاء وهكذا. أيضا من مقاصد الحج الولاء والبراء. الولاء والبراء، كان عليه الصلاة والسلام يقصد ويتعمد مخالفة المشركين. كانوا لا يقفون في عرفة، يقفون في مزدلفة، وكان عليه الصلاة والسلام يقف في عرفة. وفي الحج إعلان البراءة من هؤلاء الكفرة. ولذلك ينبغي علينا أن نتذكر أن أمة الإسلام أمة واحدة، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هكذا المسلم مع أخيه المسلم في أمور كثيرة يشترك معه، في حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة النفوس. هذه الحرمات مهمة جدا، فيها الولاء لبعضنا لبعض، وكذلك البراءة من الكفار. كذلك من مقاصد الحج العظيمة أيضا التقوى. التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا مقصد عظيم جدا، وهدف أساسي وضروري جدا يجب أن يهتم به الحاج. كذلك حسن الخلق أيضا من مقاصد الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن ينبغي علينا أن نلتزم بالأخلاق ونحرص عليها، فالعبادات لها علاقة بالأخلاق، سواء كانت حج أو صلاة أو صيام أو زكاة. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله بعد قليل. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أبنائي بناتي في هذا البرنامج أبناؤنا يسألون. معانا هذا السؤال. السلام عليكم، أنا اسمي خزنة بدر المطيري، أبي أسألك سؤال يا شيخ، ما هي شروط التوبة؟ جزاك الله خير يا خزنة. طبعا التوبة لها شروط، نعم، إذا كانت بين العبد وبين ربه فهي ثلاثة شروط، وإذا كانت بينه وبين الناس فهي أربعة، يعني إضافة إلى الثلاثة نضيف رابع. طيب، ما هي شروط التوبة؟ أولا شروط التوبة هي تبدأ بالإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب. إنسان مثلا، من باب التوضيح فقط كمثال، إنسان يجلس بين أناس يغتابون ويستهزئون مثلا في الآخرين، من التوبة أنك تمشي تقوم من هذا المكان، إلا إذا أنت أردت الأفضل فعليك بالإنكار، أنكر عليهم وانصحهم. المهم الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ما يمكن إنسان يكون قد تاب وهو لا زال يذنب ومستمر في الذنب، عليه أن يقلع عن الذنب. هاي واحد. اثنين، أن يندم على ما فعل، أن يندم على ما فعل، والندم من أهم شروط التوبة. الندم من أهم شروط التوبة، يعني يتحسر وقلبه يتقطع على الذي فعله، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه التوبة. فالندم كما قال أهل العلم، ترى يعني النادم يرى ذنب أمامه، يرى ذنب أمامه، إذا تكلم تذكر ذنبه، إذا أكل تذكر ذنبه،
إذا نام تذكر ذنبه، ذنب أمامه، هذا ما يسمى بالندم. أما أن الإنسان يعني يندم بطريقة بس فقط لسان بدون أن يقع ذلك في قلبه، يقول مثلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهو أصلا ما يستشعر هذه الكلمة ولا قلبه كذلك متأثر، لا ليس هذا. الندم توبة، ولهذا يعني يقول العلماء هي من أهم شروط التوبة. الأمر الأخير، إذا كان الذنب بينك وبين ربك اللي هو الثالث، الشرط الثالث، أن الإنسان يعزم على ألا يعود، يعني يعزم ويجزم ويكون غير متردد على ألا يعود إلى الذنب، فيقول توبة يا رب خلاص ما أرجع للذنب، وهذا يدل على أنه تاب فعلا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الذنب بينك وبين الناس، وهذا يتعلق بثلاث أشياء، إما يتعلق بالدماء أو بالأموال أو بالأعراض، إضافة إلى الثلاثة اللي هي الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم التوبة، أيضا لا بد أن يرجع للناس حقوقهم. إذا مثلا نقول أول شيء الدماء، والدماء يشمل أيضا حتى الجروح، إنسان مثلا كسرت إيده مثلا، أو يعني أوجعت مثلا ظهره، أو ضربت على وجهه، لا بد من القصاص. تقول له كما ضربتك اضربني، وكما جرحتك اجرحني، هذا بالنسبة للدماء. الأموال نفس الشيء، إذا أردت أن تتوب لا بد أن ترجع الأموال إلى أصحابها، مو تقول أن تبت إلى الله سبحانه وتعالى وخلاص وندمت على ما فعلت، لا ما ينفع هذا. لا بد أيضا مع هذه الثلاثة الشروط أيضا ترجع الناس، ترجع للناس حقوقهم. الأمر الثالث وهو الأعراض، إذا واحد مثلا أخطأت في حقه، اغتبته مثلا، أو تكلمت في عرضه وغيره، يجب أن تتسامح منه وإلا ما تبت إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور المهمة التي ذكرناها هي شروط التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.